احمد محمود عبد العال هادي. ايه مشكلتك يا عم احمد؟ مشكلتي عندي قوس النظر وميه بيضه وضعف الشبكه. في عينك اليمين ولا الشمال؟ لا عين اليمين. تمام، محتاج ايه يا عم؟ محتاج بس هي عمليه، وانا ما عنديش امكانيات اعمل عمليه ثانيه، عملت واحده مش معيش فلوس اعمل الثانيه. انت شغال فين يا عم احمد؟ شغال فراش في مدرسه الشعراوي الابتدائيه. تمام، طيب مش عندك تامين صحي؟ انت تامين صحي، بس تامين صحي ما ضمنهوش، ما رضاش اعمل في عمليه، ودي اصلا عمليه عين مش فوضى. ودي اصلا عمليه عين مش فوضى يعني ما. طيب والدكتور اللي هو هيعمل لك العمليه تكلفه كام العمليه؟ تكلفه يعني بين 4 و5. 4 و5 آلاف. انت حاليا يعني شايف منها بسيط يعني؟ لا شايف منها بسيط يعني، فالثانيه ما عملش الثانيه حتى تبوظ الاولانيه. فانت محتاج يعني تعملها عند الدكتور اللي تعالج عنده. تعالج عنده يعني عشان عدم الامكانيات يعني. بتطالب يعني بجراحه جراحه في العين؟ في العين اليمين. يعني